ان شاء الله متمنين ونامل انه منتخبنا يظهر بصوره مشرفه مثل ما عاهدناه بالبطولات السابقه. انا اعتقد المؤشرات من خلال مباراتنا الاولى مقبوله جيده، ما نقول جيده جدا، اكيد هناك اخطاء حصلت في المباراه رغم حصلنا على الاهم هي الثلاث نقاط، لكن اكو عده اخطاء خصوصا المناطق الدفاعيه اعتقد ما راح تكون غايبه عن المدرب والكادر التدريبي عن معالجتها امام الفريق الياباني. اتمنى انه نعبر هاي المرحله، انا اعتقد انه نقدر، فريقنا قادر على انه اجتياز هذه المرحله والعبور للمرحله الثانيه، واعتقد انه الخيارات عند كاسياس كبيره، لانه يمكن الفريق الوحيد اللي من سنوات طويله ما هيئت الى الظروف بالشكل اللي تهيئ لهذا المنتخب، من معسكرات تدريبيه عاليه المستوى، مباريات عاليه المستوى، لاعبين على مستوى عالي جدا، خيارات رائعه جدا عنده، ممكن بعض الثغرات حتى بحديث كاسياس ما تحدث عن ضعف الفرق العراقيه، تحدث عن قوه الفرق المشاركه. وانا اعتقد قوه الفرق المشاركه من اليابان وكوريا والسعوديه الضيوف الدائمين في كاس العالم، انا اعتقد كان تصريح منطقي جدا. مع هذا اقول انه فريقنا في بعض الاحيان في بطولات التجمع يظهر دائما اللاعب العراقي والفريق العراقي بصوره غير ما متوقعين في مباريات الذهاب والاياب. نظرا للمستوى اللي قدمناه، اريد اعرف هل ممكن لازم ان نغير نظام اللعب امام الفريق الياباني؟ اكيد، يعني اكيد مدرب كاسياس كل مباراه لها حسابات خاصه، كل مباراه شنو اللي يريد منها وشنو ممكن حتى يجزئ المباراه، انه مع الفريق الياباني ممكن تكون على اجزاء، انه ممكن شلون اقضي اول نص ساعه والشوط الاول بقضي بالتعادل، وممكن ممكن عد الخيارات البديله هي اللي تقلب للموازين. ف اسلوب اللعب نظام اللعب يمكن نفذ هو هي ماكو يعني اسلوب ونظام لعب، اكيد هي من سولف على تحدث عن فريق امام اليابان اكيد راح تلعب باسلوب متحفظ، والاسلوب المتحفظ تحتاج نوعيه لاعبين غير النوعيه اللي ممكن انت تحتاجها امام فرق انت تريد الفوز بها، فاكيد راح يكون الاسلوب مغاير عن ما شاهدناه مع الفريق الاندونيسي، راح اكثر تحفظ ونعتمد اكيد على الهجمات المرتده مع فارق الامكانيات، اكيد عامل الامكانيات الفرديه اللي يمتلكه الفريق الياباني انا اعتقد هي تميل لصالحه، لكن رغم هذا انه الفريق العراقي ما راح يكون سهل.